مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ نقوم بربط الدماغ النفساني الماتروني بالموانع الإلكترونية، يشعر قائد الزومبي بأنه يفقد التوازن مواجها صعوبة بإطلاق الأوامر على جيشه، مسببا بذلك الفوضى بين صفوفه. كريبي، غدا يوم مدرسة، حان وقت الذهاب إلى النوم. أمي اسمحي لي بالبقاء لبضع دقائق بعد، أرجوك. حسناً، لكن يجب ألا تأكلي مباشرة قبل النوم وإلا رأيت كوابيس خلال الليل. إنها المفضلة لدي. هناك طريقتان فقط لإبطال عمل الزومبي. حالما نربط المنديكولا من داليوم سيتوقف عندئذ تدفق المواد المعطلة للدماغ عن العمل. قد تكون الذبذبة العالية الدرجات ذات فائدة أيها الطبيب. لعلك على حق، قد يوقف هذا الأمر انتشار الخطر في كل أنحاء البلاد. أوه لا دكتور، إن هذا عمل جنوني، فلنهرب. لا يمكننا ذلك، فمصير العالم أجمع متوقف علينا. انتظري. إنه ما زال حيا. كل الدبابير تحب أن تشرب العسل، ليس من النحل، بل هو شراب حلو الطعم تفرزه الحشرات القرمزية، لكن الدبابير الماليزية لديها طريقتها الخاصة لإيجاد الطعام. هل ستذهبين إلى مهرجان الغناء بعد المدرسة؟ أنا لا أجيد الغناء. سيد بنتلي وأنسة كريتشر، هل يجب أن أذكركما بأنه من غير المسموح إجراء محادثات جانبية في الصف؟ كما كنت أقول، إن هذا الوحش الغريب يمكنه أن يلسع حشرة ويشعرها بالدوار ثم ينومها مغناطيسيا فتدخل عشه حيث يلتهمها. يا لهذه الذبابة المسكينة، أريد مساعدتها. ترى ترى، يريدون أن يحمي الذبابة عن عدن. فلنترك الطبيعة تأخذ مجراها فيما نشاهد اليوم المرحلة اليرقانية للأودناتا أونيسوبتيرا المعروفة بالسرمان. يا صديقي ضعها في الآلة، ضعها في الآلة. نتخاف نتخاف. مشكلة الدبور دكتور باباز؟ لا بد من وجود حشرة أخرى في الجوار. هذا الطيران السريع هو كإنذار للتنبيه بحدوث حرب دبابير أو بمثابة ردة فعل. إلى اللقاء باج. إلى اللقاء كريبي. قبعة؟ إنها لمهرجان الغناء. لا لا أظن ذلك. إذن أسدي لي خدمة وتحققي من الصوت من فضلك. ناتي يغني، ناتي يغني. لا 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 لا. تنحى عن طريقي نات. لا. ما كان هذا؟ أنا آسفة. اختبار
اختبار. ماذا تريد؟ شطائر برجر؟ أو شيش كباب؟ أو الفطائر؟ لا، أريد سوى قليل من العصير. سيدتي، أشكرك. هذه لي أنا. هي، هذا لي أنا. شكراً. أعد هذه إلى هنا. هيا عاد من هنا. هيا. مرحباً بادج. أريد عصيري. هاي بادج، متى أصبح عصير القايقب طعاماً للجميع؟ إنه ثاني أفضل شيء بعد العسل. قبعة. هذه قبعة لمهرجان الغناء لك وحدك. ثمنها دولاران 92 سنتاً. يمكنك أن تدفع لاحقاً. هذا غريب. مرحباً كريبي، عليك أن تذهبي معنا الآن إلى المهرجان. الجميع سيأتي. لا أستطيع، فأنا مشغولة. عليك أن تنضمي إلينا. صدقاني أنا لا أجيد الغناء. عفواً، لم أنتبه. انضمي إلينا كريبي. انضمي إلينا. انضمي إلينا. انضمي إلينا. انضمي إلينا. هناك شيء غريب يحدث للجميع هنا. هناك شيء غريب فعلا. دبور، إننا نطعمك. أيتها الأم الدبور، نحن نخدمك. نخدمك أنت وصغارك. أيتها الدبور الأم. هاي، ما الذي يحصل هنا؟ كريبي. 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 إننا تخائف، لا يمكن لنا تنير هذا. إن الأم الدبور قد تكلمت، يجب أن تأتي معنا. انضمي إلينا. لن ينتهي بنا الأمر خادمة للدبور الأم هذا، وسأحرص أيضا على ألا يكون هذا مصيركم. انضمي إلينا. 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 نذهب من هنا. كريبي، انضم إلينا. كريبي. لقد أنقذنا العالم كله والإنسانية جمعاء من الدبور الأم. نعم صحيح. نعم. والآن أهلا بكم في مهرجان الغناء لمدرسة ميدلينغتون. إنها مسابقة تسمح لكم بإطلاق العنان للموسيقى التي في داخلكم. من يريد أن يبدأ أولا؟ أعرف هذه الأغنية. أنا من سيبدأ. أنا. يا 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 يا، فلنبدأ هذه الرقصة. يا يا يا، اسمعوا، الموسيقى رائعة. ابدأوا بالرقص. يا يا. شكرا.
لقد كانت أمي محقة. كان علي ألا أكل كثيرا قبل النوم. الدبابير تلسع للدفاع عن نفسها ولكي تشل فريستها. إنها ترشد فريستها إلى عشها فيجهز عشاءها. هذا ما أسميه بالطلبية الجاهزة.